سلام سلام سلام، احنا رجعنا للبحر، رجعنا لبلاصتنا ديال اما، البحر ديال اما. جينا جبنا معنا اتاي وكيكا وجينا نفوجو شي شويه هنايا. المهم بحال اللي كتشوفوا السما صافيه، جو زويون، روعة المكان صراحة، روعة روعة. ما كاينش اللي كيعوم، ولكن جو زويون، الناس لابسة صيفي الحمد لله، فقلنا ضروري نجيو لبلاصتنا اللي نتوما عارفينها. يعني سعدات هذاك اللي في الفلوكة تماك. واو 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 واو, واو. ونسينا ما نجيبوش الخبز البط، معلش المره الجايه ان شاء الله باذن الله. المهم باش تبقى لنا ذكريات، لانه باقي شي شويه ديال الشمس. انا ساليت من المدرسه بحال اللي عارفين، وليتو حافظين السيستم او لومبلوا دي طون ديالي. جينا هكذا للبحر، غادي نجلسو شي شويه، غادي نتمتعوا بالطقس انا وجميله اكيد. هادشي اللي كاين، الجو زوين زوين زوين، والمشكله انا لابسه الفليس ماشي وقتو. قلت مربانا في العشيه غادي يكون شي شويه ديال البرد، غيتحرك شي شويه ديال البرد، قلت يعني الواحد يكون داير الاحتياطات اللازمه. ف واحد بحال دابا هكذا الى لقى الجو زويون، لقى صيف، لقى شمس، لقى واخا ماشي صيف، يخرج ويتمتع ويعيش اللحظه. اهم حاجه يعيش اللحظه اللي يكون فيها. فهذاك الشيء علاش المهم الناس كلهم هنا خارجين، كلهم جايين. يعني جبنا حاجه بسيطه، جبنا اتاي، جبنا كيكه او حلوه بالعربيه، ماشي مشكل بالمغربيه، وغادي ناكلوها ان شاء الله، وغادي نجلسو نرتاح وشي شويه نترولاكساو في هاد الطبيعه وفي هاد الخضار هادي، لانه بالفعل حنا محتاجين لهاد الخضار. الايامات الاخرى كلها كنا كنمشيو غير قهوه، كاسترو 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 كاسترو، تخنقنا صراحه. فقلنا دابا الواحد يمشي للطبيعه، الا كانت شي غابه، الا كانت شي بحر، الا كانت شي حاجه يمشي ويفوز ويدوزها وينشط. والناس باقا كتجي عادي. يا ما كاينش ما احسن من هذا الديكور وهذا المنظر صراحه. شوفوا احسن من الهضره ديالي، متعوا عينيكم متعوا. هذا راه ماشي هو داك البحر اللي كنا عملنا فيه، هذا راه غير بحال قلتوا شي واد ولا شي حاجه، راه ماشي البحر ديال صحاب ليكم الرمله والشط وهذا نو، هذا عادي. تما كاينين البواخير رشتوهم تماك. المهم حاسه بالماء بحال اللي قلت انا وجميله دابا، نضاف بزاف ولا زرق ولا نضيف بونضيف. الله على خضار، واو صراحة والله العظيم ما كاين ما احسن من الجلسة هنايا بلا قهوة بلا والو صراحة، والله قسما بالله. هاد المرة هادي مسكينة عطاتهم، جابت لهم الخبز، حنايا ما جبناش الخبز خسارة للأسف، كنا دائما كنجيبو لهم الخبز، كنوكلوهم مساكن، خسارة والله إلا خسارة. ولكن منظر صراحة دايزو الكلام.
هي راه باغا كتعطيهم الحمد لله، ولكن كتعطيهم شويه وتخليهم ساكن يجننوا وتجي تعطيهم شويه. ما فهمت، حنا كنعطيو دقه واحده و الكرم على الكرم تبع العصافير. يعني سبحانك يا رب. حنا نشبعوا الواحد حتى يروح للسبيطار. والله العظيم على بالكم. وحنا غادي نقول لكم واحد القصه. ايه واحدة عرضت خوها وهي مسكينة، مرة فقيرة ولكن كريمة. ودي لها ككول كول كول من تما جا ولا من لومبيلونس داوانيش انا السبيطار. ويلي 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 والله العظيم الكرم هذا غير بالكرم. قتلات خوها مسكينة، مسكينة داتها ديريكت للسبيطار. لا اله الا الله، شتي القصص ديال جميلة والله العظيم. قصة حقيقية هذه. طرات جزائر. والله لا طرات. تقدر طرو، علاش لا؟ بالحنان. حيت حنا فينا هذيك الكول كول كول والكرم. شوفي المراه راه تعطيهم شويه وتخلي شويه. حنا كي كنا نجيبو كنا كنجيو لي بالجهل بالجهل كنروحو بالكرش. ساكن ما يقدروش يطيروا، الا وكلتهم انا جميل ما كانوش كيقدروا يطيروا. ما كنتوش مساكين على ذلك. لا اله الا الله، يتغاشوا بالماكله. والله والله الا يتغاشوا. ولكن منظر زوين، شحال هذه ما جيناش لهنايا. يهبل والله العظيم روعة. هذا المنظر على بالك راه يقول لي راسي باتي هنا. والله صراحة زوين. والله ما كرهتش ما كانتش عندي مدرسة. الأكسجين الله على الخضر. الله الله. سلام سلام. حنا أنا وجميلة رحنا في البحر ديال الأما. منطقة زوينة وغزالة. وكنتمنى كنتمنى نهاركم يدوز زويون بزاف 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 ويعجبكم هاد المنظر اللي حنا جالسين فيه. حنا جبنا اتاي وجبنا حلوه، غادي نجلسوا وغادي نتبرعوا ان شاء الله باذن الله. وديك الساعه غنمشيو للدار. اليوم درنا اصلا رياضه. اليوم تمشينا وقلنا غادي نجيو للبحر بعد ما جيت من المدرسه. انا شوفوا على منظر كي داير ديال البط، على هاد الشيء هذا كي داير، صراحه خطير وروعه. شوفوا هاد البطات هادو ما شاء الله ما شاء الله. خساره ما جبنا لهمش الخبز للاسف للاسف. نعوضوها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. غادي نبداو الرياضه نتاعنا. نبداو نتمشاو حنايا. صافي حنايا دائما كنديروها كنبداو نتمشاو. والطيور باقيه في مكانها. ايوه الطيور باقيه في مكانها. لن تتزعزع. لن تتزعزع من مكانها. لوين؟ نعم 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 نعم. ايوه. ال ايه؟ ال ايه؟ الطيور ايه. المهم مع هاد ال ايه ومع هاد المنظر الزوين ديال البحر، نقول لكم في امان الله وتكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. يا جميله كتعطيهم حنينه، كتذوقهم حنينه بزاف جميله. هذا على بالك. هذا حقي. مصدق. نسيت عليكم بالواحد ده. هضرنا مع الناس كيصيدوا الحوت، صيادين هما، قالوا لنا اليوم ماشي للبيع ولكن المره الجايه غنشريو من عندهم ان شاء الله. وي وي بالسياس بالكولا واحد ورا واحد وديروا بعدو بيناتكم راه الكورونا. سبحان الله كيغوتوا. انا اقول لها تباعدوا بيناتكم ماهوش دايرين الكمامه. لا ديروا كمامه. او ستاند او ستاند او ستاند او ستاند. مساكن عندكم تكحوا عليا ولا؟ اتاسيون 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 اتاسيون. ويلي ويلي دايرين باش يجيو لنا قشنا. لا ما كاينش اللي يجي يهز قشنا ابدا. تصور في المنظر عجبها. قالت لي زيدي ما جبتش الخبز. مساكن. صافي صافي ما نفخسوهمش. هاي 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 هاي
فلور. واو. اوها تغيتي طايلت طايلت تلينا سمعة ده يا حلوة ديالي هاتاي ايوا غادي ندوزوها هكذا ان شاء الله جو زويون والناس كل شي حامق على الجو اليوم. هذا البحر الناس اللي ما كتعرفش هذا البحر ديال اما كيتسمى اماستخان المنطقة فاش ساكنين سميتها اما او كوبنهاجن اس كاين اللي كيقولها كوبنهاون اس كاين اللي كيقولها كوبنهاجن اس كاين اللي كيقولها اما مندر زويون مع هاد ال ال شنقولو لهم حنا الصوت ديال الطير ولا شنو العصافير العصافير كيتش شنقولو لها زغزقة العصافير زقزقة العصافير بالعربية ايوا ايوا وصوت هذا الحمام البراك وكاين هذوك اللي كيصيدوا هذوك الناس اللي كيصيدوا الحوت بحال اللي قالوا لنا ان شاء الله المره الجايه غادي نشريو من عندهم اما اليوم لا هما مصيدين غير راسهم ف هذا ما كان. شوفوا شوفوا دابا الشمس كيفاش سبحانك يا ربي شوفوا السماء يا الله يا الله على منظر واو فجأة طلعت واحد الشميسة غزالة واو 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 زوينة بزاف يا الله الشمس والماء والخضرة والوجه الحسن واو والله يلا زعما صراحة ما سخينش ما سخينش ما سخينش ما سخينش ما سخينش واحد المنظر ما نقدرش نوصفه لكم نهائيا واخا عيانين شي شوية مع الفيق ديال الصباح بكري ومدرسة والحالة ولكن الحمد لله والشكر لله اتاي شربناه درنا بحال دوك الصياد اللي كيمشيو يصيدوا الحوت اتاي شربناه خدينا الحلوه ديالنا ديجا تغدينا في الدار هاد البلاصه هادي بالضبط جيت ليها في 1999 يعني تقريبا 21 عام وكانت بلاصه مفضله عندي وما بقيتش كنمشي ليها وفجاه سبحان الله هاد العام انا وجميله قلنا ضروري خصنا نجيو ليها زوينه 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 بزاف فقلنا دابا ولاو في لي كافي الا بغيتي تمشي تحجز بحال دابا مناضه ولا قهوه ولا اللي حاجه اي حاجه بغيتي تحجزها خصك تكون لابس كمامه ولكن ملي تجلس في بلاصتك ما تحيد الكمامه يعني ملي تدخل عند الناس اللي كي الستاف اللي كيخدامين واحد يدير الكمامه اللي هو الماسك ومن بعد الواحد يحيدو فاحنا قلنا علاش هذا الشيء كامل واحد يجي هكذا للطبيعه ويجلس في الطبيعه ويفوز ويخدر عينه من الخضوره ويتبسط شي شويه ويمشي بحالو للدار ما كاين ما يدار انا نوريكم كيفاش المنظر هكذا وانا البحر مع البحر شفتوا الجمال خايفه غير نطيح من الصخره ولكن شفتوا المنظر كيفاش جايه مرايا روعه روعه هذه يسموها سي افران تاعكم محلى افران ومحلى جمال محلى افران ومحلى جمال اه والله يقولوا محلى البحر ومحلى جمال محلى البحر ومحلى جمال المهم الناس هنا جايين كل شيء مع راسهم عادي كيصوروا كيصاوبوا باين لي في عيني انا راه باينه فيا بانه بالفعل باغا نعس ولكن ماشي دابا اكيد حيت غدا عاوتاني مدرسه وغدا عندي فيق صباح حتى شرفنا عاد ولينا نمشيو مدرسه ما فهمتش قدر الله ما شاء فعل هادشي اللي بغيت نقول لكم المهم ذكريات زوينين 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 في هذا البحر ونقول لكم تفوزوا فوزوا فوزوا
اي حاجه شفناها غادي نصورها لكم اكيد، حيت قربت ماشي تغيم، ماشي قربت تغيم ولكن قربت، مازال غروب لا مازال، لا 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 باقا الشمس باقا. واش كاين احسن من هذا المنظر؟ يا الله شوفوا سبحانك يا ربي، شوفوا سبحان الله. والله العظيم واحد ما يسخاش يمشي من هنا. عيش مولاها ربي. ما عرفت مال هاد التليفون هذا ولا كيصور بهاد الجهه. المهم صار الوقت ديال الراحه شي شويه باش نسالي معكم هاد الفلوغ. تنحاول نحل عينيا ولكن للاسف عقل على قول خوتنا نجالزا ام فيري تايد ترو فاتيكي. واحد التعب اللي تيخلي الواحد باغي غير يرتاح ويخوي المخ ديالو، يعني يدير فرماطة. محتاجين لهاد الجلسة ومحتاجين لهاد النعسة هكذا في الغاس أو في الغازون. صراحة واحد ملي كيعيا تيخصو يتكا هكذا شي شوية، فما بالك واحد يتكا هكذا في البحر وانا كنسمع زقزقة العصافير وزقزقة الطيور وكنشوف هذا الخضار. وهذا الشجر، عرفتي واحد الشجر ما شاء الله ما شاء الله، كنت ديجا صورته شحال هذه. سمعتوا؟ المهم اش غنقول لكم، والله العظيم اقسم بالله الا ما كاين ما احسن من هاد الراحه النفسيه اللي انا حاسه فيها دابا. راحه نفسيه زوينه 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 بزاف، عينا من الباصات ومن الطاكسيات ومن الطوموبيلات ومن الترانات ومن المتروات ومن الناس اللي لابسين الكمامات والواحد حس راسه مخنوق. مع انه انا كنقول دائما قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. فالحمد لله والشكر لله على كل حال، ولكن واحد من يلقى فرصة بحال هكذا يخرج ويفوز على الأقل يرتاح شي شوية من الكمامة ويرتاح شي شوية من ياخذ أكسجين باش يمشي ينعس مرتاح. والله فغنقول لكم إلى اللقاء، وسلامي المغرب، سلامي الجزائر، سلامي تونس، سلامي مصر، سلامي فرنسا، اسبانيا، الخليج كامل، سلامي الدول العربية كاملين، فلسطين، لبنان، الأردن،
سوريا 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 أكيد ما ننساش سوريا، عندي أصدقائي من سوريا. المهم دول أوروبية كاملين، لندن، أمريكان، طاليان، إسبانيا، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يعني بدون استثناء. أقول لكم إلى اللقاء، باي.